شغله دكتور، على ناس كثير قليل اللي مثله. انا بتعتقد يمكن ما في مثله، يمكن هلا ما بنلاقي مثله. كل ست بتقول انا حلمي لاقي بكاركتير هراج، وبقول انا صعبه ما راح تلاقي كشخص بحياتها. هراج انسان، انسانه قلبه حلو بشكل، شخصيته كتير قوية مع طيبة قلب. تخيل أنه الشخصية القوية بتجمع طيبة القلب. عنده شعبية مش طبيعية، غطى علينا كفنانين. كتير مبسوطة وساتيسفات مثل ما بيقولوا، أنه بفتخر أنه دكتور هراتش خليها سوها كيكانو، ما تغيرت، ما صارت إنسانة تانية. هل مبسوطة فيها أنا؟ دكتور هراتش هو بيتميز بشغلة، أنه بحافظ على جمال البنت أو المدام اللي بتجي لعنده، بس بيخليها يعني تكون هيلثي اكثر، يعني اللوك تبعها هيلثي اكثر. يعني ما عندي اشياء بيفور اند افتر، انا ما عندي مشكله يحطوا بيفور اند افتر، لانه بيفور بعرف حالي كنت حلوه وصرت احسن وصرت احلى. يعني ليش ما بدي يكون عندي ثقه بحالي؟ حطوا بيفور اند افتر، ما عندي مشكله انا. اول مره سهر صور علنا الممثله سهى كيكانو، قبل وبعد ب 18 نهار كيف تغير شكلها. قصدت دكتور هراتش وحطت الصور وطلعت قالت انا قصدت دكتور هراتش. شو رايك عواطف؟ قبل وبعد، واحب انك حفظت على القبل دكتور هراتش. لم تتغير جدا، هناك جمال مختلف، هناك هيك اكلاب الوجه، في شيء مختلف، ولكن حتى المنخار صار اكيد متخاخر. هيدا الحلو. باختصار وحطوه عنوان، بدي كسر الارض بدكتور هراتش، ودكتور هراتش بده يكسر الارض فيه. هيدا لانه لا 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 بعد شيء في شغله بدي اعملها بوجهي ناطره يقتنع معي، ان شاء الله يقتنع معي ويعمل لي اياها. هو اكيد اهم مني بكثير، هو رح يكسر الارض فيه لانه شغله، وعم بحس حالي اسيستنت له. عم بيجوا لعندي عم بياخذوا معيد، لانه مثل بيرتاحوا معي اكثر انه شو طالعه حلوه معه. وجهي بيتحلى، ولكن بلمحك بعدك. على فكره هو انسان كثير ذكي، لمست ذكي، قال انه مثلي معروفه وعندها تاريخ وعرف شو عمل، خليها سوا على حلوه وعلى نضاره وعلى اصغر من دون ما يغيرها. كان خير علي وجهه لدكتور هراتش كثير صراحه.